بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن ظلال هاتين اللوحتين لنموذج النفاق الفاجر ونموذج الإيمان الخالص، في هذا الدرس يهتف القرآن الكريم بالجماعة المسلمة باسم الإيمان الذي تعرف به للدخول في السلم كافة، والحذر من اتباع خطوات الشيطان، مع التحذير من الزلل بعد البيان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان بهذا الوصف المحبب إليهم والذي يميزهم ويفردهم ويصلهم بالله الذي يدعوهم دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة. وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله في ذوات أنفسهم وفي الصغير والكبير من أمرهم، أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور، ومن نية أو عمل، ومن رغبة أو رهبة، لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية، الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد، وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير في الدنيا والآخرة سواء. وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هناك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن، وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية، وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطوات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم، في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت. والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام، عالم كله ثقة واطمئنان، وكله رضا واستقرار، لا حيرة ولا قلق ولا شرود ولا ضلال، سلام مع النفس والضمير، سلام مع العقل والمنطق، سلام مع الناس والأحياء، سلام مع الوجود كله ومع كل موجود، سلام يرف في حنايا السريرة، وسلام يظلل الحياة والمجتمع، سلام في الأرض وسلام في السماء. وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه، ونصاعة هذا التصور وبساطته إنه إله واحد يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه، فلا تتفرق به السبل ولا تتعدد به القبل
ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك كما كان في الوثنية والجاهلية، إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح، وهو إله قوي قادر عزيز قاهر. فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود، وقد أمن كل قوة وثقة واطمأن واستراح، ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا، وهو يعبد الله القوي القادر العزيز القاهر، ولم يعد يخشى فوت شيء، ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء، وهو إله عادل حكيم، فقوته وقدرته ضمان من الظلم، وضمان من الهوى، وضمان من البخس، وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات والشهوات. ومن ثم يأوي المسلم من إلهه إلى ركن شديد ينال فيه العدل والرعاية والأمان، وهو رب رحيم ودود، منعم وهاب، غافر الذنب وقابل التوب، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمسلم في كنفه آمن آنس، سالم غانم، مرحوم إذا ضعف، مغفور له متى تاب. وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام، فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه وما يطمئن روحه وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام. كذلك يفيض الإسلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب، وبين الخالق والكون، وبين الكون والإنسان. فالله خالق هذا الكون بالحق، وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة، وهذا الإنسان مخلوق قصدا وغير متروك سدى، ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده، ومسخر له ما في الأرض جميعا، وهو كريم على الله، وهو خليفته في أرضه، والله معينه على هذه الخلافة، والكون من حوله صديق مأنوس، تتجاوب روحه مع روحه حين يتجه كلاهما إلى الله ربه، وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتأمله ويأنس به، وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى هذا المهرجان، والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان. والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش، وحين يعينها على النماء، وحين يزيل من طريقها العقبات، هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كريمة، عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله، ويعانق كل موجود، ويشيع من حوله الأمن والرفق والحب والسلام. والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه، ونفي القلق والسخط والقنوط. إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض، والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة، إن الحساب الختامي هناك، والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب.
فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه، ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس، فسوف يوفاه بميزان الله. ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد، فالعدل لا بد واقع، وما الله يريد ظلما للعباد. والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء. فهناك الآخرة فيها عطاء وفيها غناء وفيها عوض عما يفوت، وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السياق والمنافسة، وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين، وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود. ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة، وأنه مخلوق ليعبد الله، من شأنها ولا شك أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء، ترفع شعوره وضميره، وترفع نشاطه وعمله، وتنظف وسائله وأدواته. فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله، وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه، وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج الله فيها، فأولى به ألا يغدر ولا يفجر، وأولى به ألا يغش ولا يخدع، وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر، وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة، وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل، وألا يتعسف الطريق، وألا يركب الصعب من الأمور. فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة. ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع، وألا يستبد به القلق في أي مرحلة من مراحل الطريق. فهو يعبد في كل خطوة، وهو يحقق غاية وجوده في كل خطوة، وهو يرتقي صعدا إلى الله في كل نشاط وفي كل مجال. وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر الله في طاعة الله لتحقيق إرادة الله، وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار، والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق، وبلا قنوط من عون الله ومدده، وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء. ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه، فهو إنما يقاتل لله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة الله مع هذا الكون كله، قانونه قانونه، ووجهته وجهته، فلا صدام ولا خصام، ولا تبديد للجهد، ولا بعثرة للطاقة. وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته، وتهتدي بالنور الذي يهتدي به، وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله. والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة، لا تتجاوز الطاقة ولا تتجاوز طبيعة الإنسان وتركيبه، ولا تهمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء،
ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء، ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه، يحمل منها ما يطيق حمله، ويمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام. والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلة الكريمة والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال، كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام. هذا المجتمع المتواد، المتحاب، المترابط، المتضامن، المتكافل، المتناسق، هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في أرقى وأصفى صورة، ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب، تختلف درجة صفائه، لكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر. وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية، هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة هي آصرة العقيدة، حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان واللغات والألوان وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان. هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له إنما المؤمنون إخوة، والذي يرى صورته في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المجتمع الذي من آدابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا المجتمع الذي فيه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا المجتمع الذي فيه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا المجتمع الذي فيه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا المجتمع الذي فيه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا المجتمع الذي من ضماناته: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا المجتمع الذي فيه كل المسلم: على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة، ولا يتبجح فيه الإغراء، ولا تروج فيه الفتنة، ولا ينتشر فيه التبرج، ولا تتلفت فيه الأعين على العورات، ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات، ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا. هذا المجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكبيرة، والذي يسمع الله سبحانه يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المجتمع
الذي يحصن بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا المجتمع الذي يحمي الأعراض والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا المجتمع الذي يقوم على قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا المجتمع الذي يخاطب فيه القرآن نساء النبي: أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها، ويأمن الزوج على زوجته، ويأمن الأولياء على حرماتهم وأعراضهم، ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم، حيث لا تقع العيون على المفاتن ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم، فإما الخيانة المتبادلة حين ذاك، وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب، بينما المجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان. وأخيرا، إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا، ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم، ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة، والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لو مات فيهم جائع، حتى لا يرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية. والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريع بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع، فلا يؤخذ واحد بالظنة، ولا يتصور على أحد بيته، ولا يتجسس على أحد فيه متجسس، ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر، ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نهبا والحدود حاضرة. المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله، لا بإرادة حاكم ولا هوى حاشية ولا قرابة كبير. وفي النهاية، المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية
الذي لا يخضع البشر فيه للبشر، إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته، وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته، فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين، في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين. هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية، وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافة ليسلموا أنفسهم كلها لله، فلا يعود لهم منها شيء، ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ، إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم. ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعرف كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان، في المجتمعات التي لا تعرف الإسلام، أو التي عرفته ثم تنكرت له وارتدت إلى الجاهلية تحت عنوان من شتى العناوين في جميع الأزمان. هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوفر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين. وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوروبي من أرقى بلاد العالم كله، وهو السويد، حيث الرخاء المادي والحضاري العجيب. ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان بالله؟ إنه شعب مهدد بالانقراض، فالنسل في تناقص مضطرد بسبب فوضى الاختلاط والطلاق بمعدل طلاق واحد كل 6 زيجات، بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط. والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه. تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب، ثم الانتحار. والحال كهذا في أمريكا، والحال أشنع من هذا في روسيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول الغرب الأوروبي. إنها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة، فلا يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة ولينعموا بهذا الأمن والظل والراحة والقرار. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة، حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان، فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان، إما الدخول في السلم كافة، وإما اتباع خطوات الشيطان، إما هدى وإما ضلال، إما إسلام وإما جاهلية، إما طريق الله وإما طريق الشيطان، وإما هدى الله وإما غواية الشيطان. وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه، فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها أو يخلط واحدا منها بواحد، كلا. إنه من لا يدخل في السلم بكليته، ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته، ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر، إن هذا في سبيل الشيطان، سائر على خطوات الشيطان. ليس هناك حل وسط ولا منهج
بين بين، ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك، إنما هناك حق وباطل، هدى وضلال، إسلام وجاهلية، منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة، ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان، ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم، ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم، تلك العداوة الواضحة البينة التي لا ينساها إلا غافل، والغفلة لا تكون مع الإيمان. ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وتذكيرهم بأن الله عزيز يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة، وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه. وتذكيرهم بأنه حكيم فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير، وما نهاهم عنه هو الشر، وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في هذا المقام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.